شكرا دولة الرئيس. First I would like to thank IMF mission for بداية أود أن أشكر بعثة صندوق النقد الدولي على تعاونهم. كل من يحضرون معنا هذا الاجتماع قد بذلوا كثير من الجهود. أيضا أود أن أشكر جميع زملائي، وأنا سعيد للغاية ببداية هذا الأمر. سوف أتحدث باللغتي العربية. الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي اتفق فيه الطرفان على حسبة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني. سيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا. وعلى جانب السياسة النقدية، بدأ البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، فيما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري. والبنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من الأربع سنوات القادمة. وإن شاء الله احنا بنستهدف على الأقل مضاعفة الاحتياطي بتاعنا في هذه الفترة. ولقد أعلن البنك المركزي المصري اليوم بأنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام إن شاء الله. كما أعلن البنك المركزي على أنه النهاردة أصدر البنك المركزي قواعد منظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم، ودي بقى دام الأدوات اللي هتسمح للسوق وللأعمال إن هي تتعامل مرونة سعر الصرف. كما قام البنك المركزي اليوم بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 22 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستدية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق استثناءها من تطبيق تعليمات البنك المركزي باستخدام الاعتمادات المستدية ليصبح 500 ألف دولار بدلا من 5000 دولار. شكرا للمتابعة.